Bismillah Rahman Rahim. Today we will study from the book Al Arabiya Tubayna Yadi, page number 167 on PDF. Andars Al-Khamsun, 50th lesson, Atadrib Al-Sani, second exercise. Issal Kama Fil Misal, ask like did in the example. So, Limaza Anta Musafirun ila Makkah, why are you traveling to Makkah? So similarly, make question like these. Okay. لماذا أنت مسافرات إلى المدينة؟ مسافرات إلى المدينة. لماذا هو مسافر إلى مصر؟ لماذا هي مسافرات هي مسافرة إلى تركيا؟ إلى تركيا. لماذا أنت مسافر إلى سوريا؟ Okay. Next question. التدريب الثلاثة. ثالث. التدريب الثالث. التدريب الثالث. تبدل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange dialogue with a colleague. Like an example. المثال. ضعي المنبه بجانبك 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 keep alarm beside you. Okay, keep alarm clock beside you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. ضع القرآن بجانبك. هذا فكر طيب. ضع الكتاب بجانبك. هذا فكر طيب. ضعي صحيفة بجانبك. هذه فكرة طيبة. الفاكهة. ضعي الفاكهة بجانبك. هذه فكرة طيبة. ضعي شيء بجانبك. هذه فكرة طيبة. ضعي القهوة بجانبك. هذه فكرة طيبة. ضعي الماء
بجانبك. هذه فكرة طيبة. لاي النظر بجنابك. هذه فكرة طيبة. Then تدريب الرابع fourth exercise restart reading it. تبدل الحوار مع ضميرك كما في المثال. أنا ذاهب إلى المسجد. What's the difference between ذهب and ذاهب؟ Zahaba is used in the sense of past and Zahibun is used in the sense of present continuous tense. Okay. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أنا ذاهب معك. I'm going to the masjid. Wait. I'm going with you. Yes. أنا ذاهب إلى المدرسة. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى البيت. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المتجر. إلى المسلى. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى الماركت. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المدينة. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى الشقة. انتظر. أنا ذاهب معك. ما معنى الشقة؟ apartment shakka mean apartment apartment yes then the tadrib al khamis fifth exercise حول كما في المثال change like an example yes أحمد يستيقظ مبكرا. يستيقظ أنت. يستيقظ أنت مبكرا. Yes. Look, for example. You said to Mr. Ali that Ahmed wakes up early. Then Ali will say to you, you also should wake up early. Okay. يقرأ القرآن. Ahmed. أحمد يقرأ القرآن. Correct. أقرأ أنت القرآن. اقرأ. اقرأ mean I read. اقرأ. اقرأ you read. I am ordering someone to read. اقرأ أنت القرآن. أحمد
ينتظر الحافلات. أحمد is waiting what? Is waiting for the bus. Waiting for the bus, okay, الحافلات بس. إن تنظر أنت الحافلات. أحمد يكنس العرفات. أحمد is sweeping the floor, is sweeping the room. Okay. أكنس أنت العرفات. أحمد يغسل الملابس. أحمد washing the clothes. اغسل أنت الملابس. أحمد يأكل تمر. كل أنت تمر. أحمد is eating Did dates. yes. أحمد يشاهد التلفاز. تلفاز تلفاز تلفاز. شاهد أنت التلفاز. Okay. Next. ملاحظ الترقيب. Summary of the, is it a brief or summary you said? Yes, summary of the structures. Summary of the structures. أين تصلي الفجر؟ الفجر. أين تصلي الظهر؟ أين تصلي العصر؟ أين تصلي المغرب؟ أين تصلي العشاء؟ أين تصلي الجمعة؟ أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المدرسة. أنا ذاهب إلى البيت. أنا ذاهب إلى الطبيب. إلى الطبيب. أنا ذاهب إلى المقهى. ضعي المنابه بجانبك. دعي المنبه بجانبك. ضعي يعني منبه بجانبك. ضعي القرآن بجانبك. ضعي الكتاب بجانبك. ضعي الصحيفة بجانبك. ضعي النظر بجانبك. أصلي الفجر في المسجد الحرام. أصلي الظهر في المسجد الحرام. أصلي العصر في المسجد الحرام. أصلي المغرب في المسجد الحرام. أصلي العشاء في المسجد الحرام. أصلي الجمعة في مسجد الحرام. Okay, next block. يستيقظ. 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 يستمع
استمع، استمع، يستمع، استمع. يستمع، يستمع، Yes. يستمع، استمع. Is it listening? Yes, he is listening and is the main you listen. I'm ordering you to listen something. Okay. يقرأ، اقرأ، يضع، ضع، ينتظر، انتظر، انتظر. انتظر، يكنس، اكنس، يعسر، اعسر، يشاهد، شاهد، يأكل، كل. Okay, now do you know why they have used kasra in some amar words and why they have used dhamma in some amar word like istami, ikra, istaik is here they have used kasra, but uknus they have used dhamma. Do you know why? I don't know. Look at the muzare. If we have Fatha or Kasra after Sakin, we use Kasra in the Amar. But if we have Dhamma after Muzare, after Sakin in Muzare, we use Dhamma in the Amar also. For example, look at the word Yaknusu. Here you see that there is a Sakin, Kaf is Sakin, and after Kaf Sakin, we have Dhamma. So in Amar, we will also use Dhamma in the Amar, okay? Okay. But then yantaziru. Here we have fatha after sakin, so we will use kasra in the amar. So whenever we have fatha or kasra after sakin, we use kasra in the amar, and whenever we have dhamma after sakin, we use dhamma in the amar. Okay. Okay. So you mean in the Amri, Yes. you just use whether kisra or dhamma. Yes, but there are okay. What about some other cases, like for example here we have a word yada'u da, so these words are little different, and similarly kul and shahid, these words are little different. We'll study it later in detail, probably in the book Durus Lughatul Arabiya. okay. So at the moment, just remember one thing that I told you. Which you told me about this one? Yes, I told you that. Remember that whenever you have dhamma after sakin in muzare, then use dhamma in the amar also. If you have fatha or kasra in the muzare, then use kasra in the amar. Okay. Okay. Then next. Let us proceed. ماذا أنت مسافر مكة؟ إلى مكة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا هو مسافر إلى المدينة؟ لماذا أنت مسافرات إلى مصر؟ لماذا هي مسافرات إلى تركيا؟ Okay. Next. الأسوة وفهم المسموع. The picture and the understanding the listening.
يس. الأصوات بين sounds, voices, وفهم المسموع understanding of what you hear. التدريب الأول، استمع وأعد، صالح، is it a صالح kind person or Yes, these are just names, and just read this. okay. عصام، صهيب، صهيب. صهيب، صابر، قصي، مصطفى. Then التدريب الثاني، استمع وأعد، صبح، سبح، صور، صور، صالح، صالح، صديد، سديد، صدق، صدى، سدا صدى، صدا، صدا. أحسنت، أحسنت أحسنت، أحسنت. يصعبون، يسحبون. أسروا أسروا، عصى، عصى. صلحوا، سلة صلحوا، سلاح، سلاح. حرس، حرس. قميص، قميص، خميس. مص، مص. قارس، قارس. نقص، نقص. Okay. Next. التدريب الثالث، استمع وأعد. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. والصافات صفا، فستبصرون ويبصرون. يا بني أقيم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عادي من الأمور. والصادقين والصادقات، صابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات. وأقصد في مشيك، No, no, no. وأعظ واقصد في مشيك واغدود بيه. واقصد في
مشيك واعضض من صوتك إن أنكر الأصوات سواتي لصوت الحمير الأصوات لصوت الحمير. Okay. Next we have Sanian Faham al Masmu. All these questions are not possible here. So we will skip all these questions. On the page number 173 we have Al Kalam. Start from Al Kalam. Al Kalam. Yes. Page number 173. التدريب الأول تبدل الحوار مع ضميرك كما في المثالين. Exchange the dialogue with your colleague like in two examples. المثال أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى تركيا. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى مصر. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى سوريا. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى باكستان. إلى أين أنت مسافر؟ Okay, next. المثال أصلي الجمعة في المسجد الحرام. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد البلال. في مسجد بلال. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد عثمان. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد ياسر. أين أصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد السوق. سوكي السوق. مسجد في مسجد السوكي. السوق. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد عمر. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد علي. Okay. أين تصلي الجمعة؟ Next. التدريب الثاني تبادل الحوار مع ضميرك كما في المثال. المثال هذا أذان العصر هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. أصلي في المسجد. يرحمك الله. هذا أذان الفجر هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. هذا أذان الظهر هيا بنا إلى المدرسة. إلى المسجد هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في المدرسة.
صلي في المسجد. هذا أذان المغرب، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في العرفات، صلي في المسجد. هذا أذان العصر، هشام هيا بنا إلى المسجد. عشاء، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت، صلي في المسجد. اوكي نيكست التدريب الثالث، تدريب الثالث التدريب الثالث. هاتي جملة كما في المثال. هاتي جملة كما في المثال. المثال: أسمع أذان الفجر في البيت، أتوضأ في الحمام، وأصلي الفجر في المسجد. أسمع Translate the أذانا. example. Translate the example. إيه؟ Translate the example. أوكي. hearing the أذان الفجر I hear the Azan of Fajr in the house. In home. in the house. I take a wudu I perform wudu. in the bathroom, Yes. in the bathroom, Yes. and I pray Salatul Fajr in the masjid. Good. أسمع أذان الظهر في المدرسة، أتوضأ في الحمام، وأصلي الظهر في المسجد. أسمع أذان العصر في البيت، أتوضأ في في الشقة الحمام أسمع في ظن الشقة. يس أتوضأ في الحمام، وأصلي العصر في المسجد. أسمع أذان الفجر، أذان المغرب في العرفات، أتوضأ في الحمام، وأصلي المغرب في المسجد. أسمع أذان العشاء في البيت، أتوضأ في الحمام، وأصلي العشاء في البيت. Okay. Next. التدريب الرابع: تبدل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في مسجد طارق، وأين تصلي أنت؟ Where you pray
الفجر. I pray الفجر in the masjid, in the masjid Tuareg. Where do you play? Where do you play? أصلي في مسجد ياسر. I pray in the Masjid Yasir. أين تصلي الظهر؟ أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في المسجد بلال. في المسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد فيصل. أين تصلي العصر؟ أصلي العصر في مسجد السوق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد الحية. أين تصلي المغرب؟ أصلي المغرب في المسجد الإيمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد النور. أين تصلي العشاء؟ أصلي العشاء في مسجد سليمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد خالد. التدريب خمسة. خامس خامس. أجب عن الأسئلة أجيب التالية. أجب عن الأسئلة التالية. هل تستيقظ متأخرة؟ لا، استيقظ مبكرا. أستيقظ أستيقظ مبكرا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد التقوى. هل تسمع أذان الفجر؟ نعم، أسمع أذان الفجر. هل تصلي الفجر في البيت؟ لا، أصلي الفجر في المسجد. أين تصلي الظهر والعصر؟ أصلي الظهر والعصر في المسجد النور. أين تصلي المغرب والعشاء؟ أصلي المغرب والعشاء في المسجد فيصل. هل أنت مسافر إلى مكة؟
إلى مكة لا أنا مسافر إلى باكستان. اوكي هل أنت مسافر إلى المدينة؟ نعم أنا مسافر إلى المدينة. هل لديك منبه؟ لا نعم لدي منبه. هل تعمل في الليل؟ لا أتعمل، لا تعمل في الليل. Wrong. Tamalu, you work. So here I will say la, la al, la amalu fil layli. You will use toot la. لا La, la لا amalu أعمل. fil layli. Okay? Toot la. لا أعمل في Fil. الليل. Okay, on the next page we have al qira'a. Inshallah, we'll start it next time. Okay.